طبعا الشباب التشادي كلهم فرحين جدا بانطلاق المؤتمر الوطني للشباب، ونحن كشباب دورنا في هذا المؤتمر لان يهمنا هذا المؤتمر. هناك مشاكل كثير تواجه الشباب التشادي، مشاكل البطالة والفقر والجوع، وهناك ايضا مشاكل كثير الصحة والتعليم. أنا مبسوطة جدا لأنني حضرت هذا الملتقى الوطني للشباب، وأظن بعد هذا الملتقى يمكن نلقى حل يعني لمشاكل الشباب. أشيد بهذه الفكرة التي تجمع مختلف شباب تشاد ليناقشوا القضايا المتعلقة بالشباب، ونحن على مستوى الدائرة العشرة لبلدية أنجمينة اخترنا موضوع جد مهم وهو قضية عمالة الشباب، وقدمنا توصيات. من ضمن التوصيات قلنا خلي الحكومة توفر قروض لدعم المشاريع الشباب بيجوا بها، كذلك قلنا الحكومة لابد من تستوعب الخريجين في مختلف القطاعات، يعني ستادير تتاح الوظيفة العامة للشباب. هذا المنتدى هو منتدى فريد لأنه لأول مرة ينعقد منتدى وطني للشباب يناقش مواضيع مهمة جدا، من بين هذه المواضيع مواضيع الشباب والمواطنة، وأنتم تعرفون أن هذه مشكلة كبيرة يعني نعيشها هنا في تشاد لأسباب تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية وإعلامية واقتصادية. فهذا المنتدى سيبحث في هذه المواضيع وغيرها من المواضيع، مثل مواضيع توظيف الشباب، تمكين الشباب، مواضيع تتعلق بصحة الشباب وغيرها من المواضيع التي ستجد نصيبا وافرا من النقاش. هذا المؤتمر يعني جامع كل الشباب ويناقش فيه قضايا الشباب ويحل فيها مشاكل الشباب، يعني مشكلة العطالة عن العمل، ومشكلة يعني انحراف بعض الشباب، ويعني بعض الشباب يستخدم الإعلام في الأشياء الضارة، يعني مثلا في الفوضى، يعني مثلا في زعزعة الأمن. هذه كل المشاكل يعني تحل في هذا المؤتمر إن شاء الله.